قررنا نزور سنترال كيفان. كان في تقرير يانا ان سنترال كيفان مكسر محتاج الى صيانه، فقلت مو معقوله يقولون قاعد يجددون يعني الاماكن الخاصه حق يعني جهات وزاره المواصلات. هذا السنترال اللي انا اذكره من سنين يعني كان جميل وحلو، الحين طوروه وزارة المواصلات، وكيل وزارة المواصلات، مدير السنترال، والله هذا السنترال والله عيب. أعطوني التاريخ. هذا من برا، ومن داخل إلى إخواننا في وزارة المواصلات تكفون لو حاطين لكم 10,000 دينار تسوون أحسن صيانة للمركز. شنو ما في ميزانية في وزارة المواصلات لأعمال الصيانة؟ ما حد يشوف حالة المراكز؟ ليش؟ إيش راح يكلف؟ ولا شيء. اخواننا الاشغال الظاهر